السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين شيوات أم العربي، وصفة اليوم ساندويشات بالخبز المسلوق بالدقيق الكامل، كيجي رائع بزاف. فنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، حتى العمارة باش غادي نعمروهم حشوة سهلة وباردة ديال هاد الصيف. فإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبارتاجيو الوصفة مع الأهل والأحباب اللي تعلم الفائدة. اللي كيزورني لأول مرة اشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. دوزوا المقادير وطريقة التحضير. الخبز المسلوق اللي كنت نزلت معكم شحال هادي وكان نال استحسان بزاف ديال الأخوات، وهاد المرة غادي نديروه بلا دقيق أبيض وغادي نسلقوه مي بلا بيكربونات الصودا وتيعطي نفس النتيجة. فغادي نديرو هنا غير بالدقيق الكامل بلا فورس، يعني غير بالقمح بنخالته مع الفينو. فغادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق الكامل بالنخالة، غادي نحتاج معاه 200 غرام ديال الفينو، غادي نحتاج معاه واحد المعلقة كبيرة ديال العسل. الا شفتوا الفيديو الاخر غادي ننزل لكم كنديره فيه السكر، هنا عوضت السكر بالعسل. غادي نحتاج شوية الملح، غادي نحتاج الخميره الفوريه، وانا راه جربته بالخميره البلديه مي جاني مدقص البنات، مني عودته بالخميره الفوريه جا مزيان. يعني هاد الوصفه ما بغاتش ليا الخميره بلديه، يعني ما تعجناتش بالخميره بلديه. غادي نحتاجو نص كاس ديال زيت الزيتون، الوصفه الاخرى كنت دايره معلقه ديال الزبده. غادي نحتاجو غادي نحتاج كاس عنبه ديال الحليب دافي معاه كاس عنبه ديال الماء دافي. يعني هادو هما المكونات. غادي نبداو على بركة الله، غادي نخلط هاد المكونات. المرة الفايتة عجنتو معاكم في العجانة، هاد المرة غادي نعجنو غير بيدية، لأن كتبقى دائما أسئلة واش ضروري العجانة ولا العجانة غير كتعاوننا، يعني عوض ما نبقاو نعجنو بيدينا هي كتقضي الغرض. بحال هكا غادي ندير شوية ديال الملحة في الجنب، هنا الوسط غادي ندير خميرة على حسب الجو البنات. غادي ندير معاها معلقة ديال العسل، والعسل هذا راه من النوعية الجيدة يعني اللي كناكل في الدار، معلقة كبيرة عسل عوض معلقة ديال السكر. غادي نخوي عليهم هنا شوية ديال الماء دافي، غادي نخلطهم ونخليهم ها هنا يتفاعلوا مع بعضياتهم. غادي نضيف نص كاس علبه ديال زيت الزيتون، اللي بغى يدير الزبده يدير الزبده حتى هي كتجي مزيانه. انا هاد الخبز غنديرو الساندويشات، قلت اللهم نسمو بزيت الزيتون. صافي ودابا غادي نبدا نعجن، وندير الكاس ديال الحليب، وغادي نخوي دابا كاس ديال الماء، وغادي نشوف الا كفاوني هما هادوك. المهم في الدقيق الابيض راه كيجي كاس عنبه كاس عنبه حليب كاس عنبه ما دافي. هذا غير الكاس ديال الحليب درت فيه الكاس خويت فيه الماء اللي دافي. صافي غادي ندلكو مزيان، شوفوا العجينه راه كتكون مرخوفه ماشي بحال الدقيق الابيض لانه غادي يشرب لينا هادشي. غادي ندلك مزيان غير هكا بيديه، حاولوا واخا تكون هكا جاريه ما تزيدوش الدقيق، خليوها بحال هكا. بحال داكشي كتدلكي فيها هي هانتو راه كتجمعها، ومن
ملي غتبقى تخمر اكيد ثاني غادي غادي ترتاح ثاني وتزيد تجمع راسها. صافي نبقى عليها بحال هكا ندلكها غير شويه ماشي بزاف. صافي بدات تنشف انا غادي نبقى ندلك فيها هنا كيف كتشوفوا مني دلكتها مزيان. صافي راه تتبقى هكا تلصق في اليد شويه. دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح تخمر ليا مزيان على الاقل واحد 15 دقيقه ونتلاقاو. كيف كتشوفوا من بعد ما خليتو الخبز ارتاح ديالنا ها انتو هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كيولي. ودابا غادي نحاول ونخرجوا منه كله انا غنديرو على شكل باغيت. ممكن ديروه بحال الطريقه اللي درت الخبز الاولاني ممكن على شكل باغيت كيف ممكن على شكل سميتو كريسات ولا انا غادي نشكل لكم نيت. هنا رشيت شويه ديال الفينو ماشي الفورص وغادي نحاول ندير انايا نقطعو كانوا غادي نحاول نقطعو ممكن تخرجوهم كبار كيف ممكن تخرجوهم صغار. غادي نقص نزيد 10 هنا ريحة زيت الزيتون حطيها صافي. صافي دابا غادي نحاول نديرهم انا درت غير 10 غادي نحاول دابا نكورهم كويرات ونخليهم يرتاحوا ثاني واحد شويه ونتلاقاو باش نشكلوهم مع بعضياتنا. فهو الدقيق الكامل راه كيبقى يتلصق شويه في اليدين ماشي بحال الفورص او الدقيق الابيض. صافي انا غادي نكملهم نغطيهم نخليهم واحد 5 دقائق ونشكلوهم. غادي نبداو في التشكيل ديالهم كيف قلت لكم. فغادي نرش شويه ديال الفينو وغادي نورقهم بالدلاك على شكل بيضاوي هكا الطول. المهم نورقوهم ونجي هنا ونبدا نلف. غادي ندير نسد المره الاولى صافي ونمشي هكا على شكل هربول ونجي هنايا نحاول نسدهم. وندخل هادو ونسد هاد الرؤوس ونبدا نحربل فيه. على هذا الشكل. ونحطه في الطاوه اللي ملبساها بورق الطبخ. نعاود معكم وحيدة اخرى. غير هو البنات راه جربته بالخميرة بلدية ما جانيش جا مدقص من الداخل. وعاود جربتو نفس الطريقه ودرت غير الخميره الفوريه جا مزيان. نحاول نسدو نسد هاد
ونديرو من التحت شكلو على شكل دي ميني باغيت ونحط في الطاولة اللي غتدخل الفران ويا اللي غادي يخمروا فيها هما حنا راه غادي نسلقوهم قدامكم. هاد الطريقه ديال السلق تتعطينا نفس النتيجه ديال المخابز، يعني المخابز كيبقاو يرشوهم بالماء وحتى الفرارن اللي عندهم يعني راه هما سبيسيال يعني خاصين بالخبز باش تيجيهم بهذيك الطريقه، يعني كيكونوا فيهم الفرفارات تيكون فيهم وديك لا شالور تورنونت. فبالنسبه لينا حنا انا بعدا ما عنديش لا شالور تورنونت، يعني عاد باغا نشري شي فران ان شاء الله من هذاك الماركت. كتبقى هذه حتى هي طريقه غزاله، هي طريقه المانيه في الاصل، مي بزاف اللي اعتمدوا ديك الطريقه ديال السلق البنات، لان فعلا تتعطي واحد النتيجه زوينه هكا في خبز الساندويشات. على هاد الشكل من بعد ما كملت لي بودان ديالي في التحربين فغادي ندير غير ربعه، درت 6 على شكل دي ميني باكيت، وهادو لي كرايسات غادي نديرهم هكا على شكل كويرات، فغادي نعاود من جديد نجمعهم بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي وغادي نعاود نحطهم في الطاوه حتى همايا حتى وكان يخمروا ليا، غادي نخليهم واحد نص ساعه. شوفوا كنعاود نجمعهم بحال هكايا للوسط، صافي ونعاود نكورهم. صافي وغادي نحطهم في الطاوة اللي غادخل الفران. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملتهم فانا درت 10 ديال الخبيزات، يعني 6 ديال الميني باغيت وربعة الخبيزات هكا بحال الهامبورغر. اش غادي نديروا دابا؟ غادي نخليهم يرتاحوا واحد شحال غادي نعطيهم؟ غنعطيهم واحد 30 دقيقة حتى يخمروا وغادي نتلاقاو باش نديروا العمليه ديال السلق قدامكم. غير هذه المره عمليه السلق بلا بيكربونات دو صود، يعني ما غنديروا لا بيكربونات دو صود لا والو، وغتعطينا نفس النتيجه ان شاء الله. انا كيف كتشوفوا راني الماء غليته وراه بديت كنسلق في الخبز، يعني راه درت فيه 3 الاولين. فها انتم كنديروا الخبزه ديالنا وكنحاول نغطسها شويه بحال هكا، غادي نحسب ليها 10 دقائق 10 ثواني عفوا البنات. صافي ونحيدها. صافي بحال هكا ومباشره نحطها في الطاوه ديال الفران اللي ملبسه بالورق الغذائي. دابا غادي ندير قدامكم البريصات بحال هكا، حتى هما غادي نحسبوا ليهم 10 ديال الثواني. فهاد الاثناء انا راه دايره الفران تيسخن ويسخن على درجه حراره ديال 200، صافي انا غادي نحيدهم مباشره نحطهم في الطاوله. غادي ندير عاوتاني قدامكم الباغيطات بقاو جوج، حتى هما نحسبوا ليهم 10 ديال الثواني. الماء راه ما فيه والو غير الماء بوحدو كيف لاحظتوا، يكون كانت
يعني راه ما فيهش البيكربونات، البيكربونات كتخليه كشكش يعني، وكيدير ديك الكشكوشه بيضاء. فهنا درنا غير الماء بوحدو صافي، غادي نزولها ومباشره غنمشي نحطها في الطاوة ديال الفران. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دوزناهم كاملين في الماء، هذه كانت اخر وحده، كناخذ الموس سكين كنغطسو في الماء شويه سخون صافي، وكندير هاد. دابا ما غنخليوه لا يخمر لا والو، يعني مباشره غادي ندخلوه للفران، الفران اللي مسخن مزيان على الا كان الفران ديال الضوء 200 درجه، والا كان الفران ديال الغاز غادي نديروه على درجه حراره ما ناقصاش وما عاليهش بزاف، العافيه تكون عليه غير من التحت، بحال غنطيبوا الخبز عادي وغنطلقوه باش تشوفوه في الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. الخبيزات ديالنا من بعد ما طابوا يعني الخبز المسلوق، هانتو كيف كيجي رائع بزاف بزاف ورطب، وهذا غير بالدقيق الكامل يعني ما فيش دقيق ابيض، وعاد راه حنا سالقينو يعني ما درناش بيكربونات دو صود يعني عادي. فانا حاله وحيده ها كيف كيجي من الداخل، شوف كيف كيجي كله مسفنج ومخرج من الداخل. وهادو بالنسبه للخبيزات حتى هما كيجيو على هذا الشكل. فدابا غادي ندوزو باش نعمروهم، غنعطيكم واحد الحشوه اللي واحد الحشوه ساهله وبسيطه بزاف. غادي نحتاجو هنا مطيشه اللي مقطعه هكا مربعات يعني مزوله لها القشره، هنا واحد البصيله اللي مقطعه هكا شرائح تكون رقيقه، هنا شويه ديال الخس، غادي نحتاج شويه هنا درت جوج بيضات مسلوقين، وغادي نحتاج معاهم حتى البطاطا مسلوقه، شويه ديال البطاطا مسلوقه. هاد الشيء غادي ندير ليه شويه ديال الملحه يعني غادي الملحه وشويه نتاع الزيت وشويه ديال الخل. غادي نجيب الخل انا درت غير الخل العادي، فغادي نخلط هاد المكونات صافي، هادشي اللي غندير فيها غنخلطهم مع بعضياتهم. نحلوا هاد البصيلات باش يوليو عندنا شرائح، نقاد الكاميرا باش هكا باين صافي. غادي نخلطهم هنا البصل، راه ساهله وكتجي لذيذه هاد الحشوه. دابا غادي نحطها على جنب، غادي ناخذ واحد زليفه دايره فيها مايونيز، غادي نضيف ليها صوص كيتشوب، بالنسبه اللي كيبغيوها حنا كنعرفو كيبغيوها لينا الوليدات في الساندويشات. وغادي نضيف لها شويه ديال الحار ديال الهريسه غير شويه، غادي نخلطهم. ممكن تضيفوا حتى كورنيشون محكوك هنايا، هذه هي الصلصه اللي غادي ندهن بها الخبز ديالنا. فهنا كيف كتشوفوا غادي ناخذ الخبز ديالنا راه كيجي مقرمل، غادي نحلو انتو. غادي ناخذ معلقه من هذه الصلصه اللي درت بحال هكا، وغادي ناخذ هاد الحشوه اللي ساهله ممكن اي واحد يديرها في البيت. ممكن هاد الخبز عوض ديروهم هكا صغيورين كيف درت انا، ممكن انا خرجت 10 نتوما ديرو غير 6 ويجيوكم كبار بحال هكا. وغادي ناخذ البيض غنديرو على هاد الشكل يعني بوك ساندويش عادي عوض باش الوليدات هكا ما غيخرجوش،
ولا تشهاوهم في الدار، نديروهم للوليدات في الدار على هذا الشكل صافي، وغادي نقدموهم للوليدات ديالنا على هذا الشكل هكا. ندير معكم الخبيزات، ندير فيهم الصلصة، شوية من الحشوة، وهاد اللي كيبقى ليا كيتقدم معاه سلطة يعني، وتقليو الفريت وندير البيض، وحتى نكمل الكمية اللي عندي. أنا غادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. هادو هما الساندويشات ديالنا من بعد ما كملتهم، هانتو كيجيو هذا هو الشكل النهائي ديالهم، عمرتهم، وديك لاصوص اللي بقات ليا درتها فوق منهم بحال هكايا. فنتمنى الخبيزات هو المضمون من هذا الفيديو، هو الخبز المسلوق بالدقيق الكامل هذه المره. نتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه للوليدات، لانه فعلا كيجي زوين وصحي 100%. دابا ما كاينش البيكربونات دو صود وما فيهش الدقيق الابيض. فإلى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.